هلا والله، هذا محمد طالب متفوق في دراسته، والحين هو جالس يذاكر للاختبارات النهائية وشاد حيله. اها شكله ناسي شيء. محمد نسيتها صح؟ قل الصدق يا ابن الحلال، نسيتها. ما عليك، كثير من الطلاب مثلك اشكلت عليهم بعض المسائل. اقول لك ايش الحل؟ افتح اللابتوب، ادخل على اليوتيوب، اكتب قنوات عين دروس، ادخل القناة واكتب عنوان الدرس واسم المادة والصف. ها طلالك، ها طلالك، هذه المسألة اللي وقفت عليك. يلا بالتوفيق، وترى هذا ما هو سر، علم كل زملائك عن قنوات عين دروس عشان يستفيدون مثلك. لا تنسى، تعالوا أكمل لكم بعيد عنا عشان ما نزعجه. أقول لكم، قنوات عين دروس عندها 24 قناة فضائية تبث على قمر عربسات تردد 12437، وحسابها في اليوتيوب يعتبر مكتبة متكاملة من الشروحات لكل المواد الدراسية ولكل المراحل، يقدمها أفضل المعلمين والمعلمات وبأسلوب سهل وواضح يفهم أي طالب وطالبة في أي مرحلة دراسية، وكأنك جالس مع المعلم. فإذا كنت طالب وجالس تذاكر الاختبار وواجهتك أي مسألة ما عرفتها، ما يحتاج تدور على أحد يشرح لك، الحل بسيط وسهل مثل ما قلت لك. مباشرة ادخل على اليوتيوب على حساب عين دروس واكتب في خانة البحث في القناة عنوان الدرس والمادة والصف، يعني مثلا طرح الكسور العشرية رياضيات رابع ابتدائي، بيطلع لك الشرح مباشرة. وإذا كنت ولي أمر ومشغول في دوامك وتبي تطمن على مذاكرة عيالك، بسيطة، علمهم كيف يستفيدون من قنوات عين دروس في التلفزيون واليوتيوب، وتطمن على مستقبلهم الدراسي، وإن شاء الله تفرح بتفوقهم في كل المواد وتبدأ إجازتهم بفرحة تخرجهم. وفالكم التوفيق.